أهلا بكم من جديد. لو العالم ممكن يقول إن التاريخ بيعيد نفسه، فمصر ممكن تقول إن الحاضر عندها بيعيد نفسه. زي النهاردة من أسبوع بالظبط، إحنا هنا في برنامج بتوقيت مصر غطينا الاعتداءات الطائفية في قرية عزبة سلطان بالمنيا. المتظاهرين اللي احتجوا على تقنين وضع مبنى كنسي ووقفوا يهتفوا مش عايزين كنيسة. النهاردة نفس المشهد بالظبط في القرية المجاورة اللي جنب نفس القرية، قرية دمشاو هاشم. الفرق إن الاعتداء كان فيه عنف أكتر، وحسب مطرانية المنيا تم مهاجمة منازل الأقباط وإصابة عدد منهم نقلهم للمستشفى. خلينا نشوف المزيد من التفاصيل في التقرير ده ونرجع نبدأ النقاش. أحداث العنف الطائفي تعود مجددا إلى المنيا، ومرة أخرى الضحية هم الأقباط. قرية دمشاو هاشم بالمنيا، قرية صغيرة لا يتعدى عدد قاطنيها 10,000 نسمة، شهدت أمس اقتحامات لمنازل الأقباط ونهبها وإشعال النيران فيها، بالإضافة إلى الاعتداء بالضرب على ساكنيها. والسبب هو وجود بيت صغير يستخدمه الأقباط للتعبد في ظل عدم وجود كنيسة رسمية بالقرية. الأنبا ماكاريوس أسقف عام المنيا أصدر اليوم بيانا أشار فيه إلى أن أنباء قد تواردت قبل أيام عن عزم متطرفين القيام بهجوم، وتم إبلاغ الجهات المعنية بالفعل، لكن قوات الأمن لم تصل القرية إلا بعد حدوث الاعتداءات، برغم أن مدينة المنيا تبعد فقط نصف ساعة عن القرية والتي شهدت أحداث تهجير أقباط عام 2005. ومن اللافت أنه منذ أسبوع واحد فقط حدث ذات سيناريو في قرية مجاورة تدعى عزبة السلطان، والتي شهدت اعتداءات على ممتلكات أقباط فيها وإتلاف محاصيل زراعية ومظاهرات لذات السبب، وقبض بالفعل على بعض المتورطين، إلا أنه تم إخلاء سبيلهم بعدها بقليل لتنتقل العدوى إلى قرية دمشاو المجاورة. نشطاء أقباط انتقدوا السياسة المهادنة غير المبررة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تلك الاعتداءات في مقابل القبضة الصارمة التي تواجه بها أي مظاهرات سياسية، كما يحذر مراقبون من تصاعد معدل هذه الاعتداءات، حيث أنه خلال الشهر الماضي فقط حدث وأن اقتحم شرطي مكلف بحراسة كنيسة ببني سويف لقاعة الصلاة وقام بوصف من فيها بالكفار، كما تظاهر مسلمون أمام كنيسة بقرية الزنيقة بالأقصر حتى قامت السلطات المحلية بإغلاقها. وفي ظل استمرار الحلول المسكنة تطرح أسئلة عدة حول دور الدولة برغم تجديد فرض حالة الطوارئ، والتي تبرر دائما برغبة الحكومة في مكافحة الإرهاب وبسط الأمن. انضم إلينا في الاستوديو مينا ثابت الباحث الحقوقي، أهلا بك معايا مينا. والسؤال الحقيقي بيطرح نفسه يعني في المشهد ده، وأنا غطيت تقريبا نفس القصة بالظبط في القرية اللي جنبهم الأسبوع اللي فات زي النهاردة بالظبط. يعني غطي قصص ثانيه كتير ومن الواضح ان انا فعلا بشكل دوري على فكره بغطيها، ومن الواضح ان الوضع لو فضل بهذا الشكل وبهذا المنوال وتعامل الدوله بهذا الشكل مفيش هيحصل تغيير في الخريطه دي على الاقل. لكن برضو لازم نسال يعني ليه ده بيتكرر بهذا الشكل؟ ليه بعد ما كنا بنغطيه كل كام شهر بقينا بنغطيه لا كل شهر، لا دلوقتي بنغطيه كل اسبوع وفي نفس المكان تقريبا؟ يعني دي القريه اللي هنا، لا القريه دي هنا، وبكره زي ما انت بتقول القريه اللي بعدهم وهكذا. ايه السبب؟ لا هو كمان حابب اقول كمان انه مش لا هو بالعكس، يعني لو هنتكلم في المنسوب او يعني في عدد الاحداث اللي بتحصل في فتره زمنيه معينه، ففي فترات عدت كانت سيئه يعني بشكل اكبر بكتير. لكن هي الازمه احنا ليه اصلا ده بيحصل، او ليه احنا محتاجين نغطيه اصلا؟ يعني ليه احنا كل شويه بنشوف الازمات الموجوده دي؟ هو الفكره انه انا شايف، وده من خلال خبرتي في العمل في هذا المجال بقى لي فتره طويله، انا شايف انه عندنا ازمه في مصر، احنا مش بنعترف انه عندنا ازمه اساسيه موجوده، وهي ان التمييز القائم على اساس الانتماء الديني في مصر ده جزء كبير من أزمتنا، وأنه جزء كبير في الثقافة الشعبية الموجودة، وفي جزء منه أساسي هو العامل المحفز لمثل هذه الأعمال، والإجابات المعتادة المتعلقة بدور القانون. طبعا دور القانون جزء أساسي من مكافحة الجريمة وتنظيم المجتمعات هو إعمال القانون، لكن الفكرة مش بس في القانون، هو القانون بيتخذ ك يعني نقدر نقول ك
تبرير من المعتدين على المسيحيين انه والله اصل هم مش من حقهم يبنوا البتاع، هم ده ما فيش قانون ينظم الـ 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 الامر ده. هو كمواطن هو يعني، لكن انت مالك يعني، انت مش انت تغير معني بتنفيذ القانون بالاساس يعني. لكن هو بالاساس بيستخدم كنوع من التبرير. لكن مره ثانيه نقول انه الاساس هو ان ثقافه التمييز القائمه على اساس الدين، وثقافه ان الاغلبيه هم من يقرروا ما هي الحقوق التي تعطى للاقليه، او ما هي الحقوق اللي احنا نشوف ان ده حق فنسمح به. هي الاغلبيه اللي بتقرر ولا السلطه اللي بتقرر يعني؟ لا، الاغلبيه للسلطه، السلطه والاغلبيه، وكلنا محكومين بدستور وقانون هو اللي بيحكم البلد. و الفكره دي فكره الدوله يعني، ان الفصل او الحاجه المرجعيه الاساسيه اللي احنا بنرجع ليها كلنا هي فكره الدستور والقانون. والدستور والقانون بيتكلموا عن المساواه، بيتكلموا عن العداله، بيتكلموا عن مكافحه التمييز. نعم، في نقدر نقول ان في ازمه من الأزمات الموجودة جوه الدستور، إن في بعض النصوص التمييزية على أساس الدين. ولكن لو أردنا إن احنا نستخدم يعني لو أردنا إن احنا نقول إن احنا هنوقف التمييز، في نصوص كتيرة جوه الدستور يمكن إعمالها لوقف هذا التمييز. في النص الدستوري بيحتم أن في مفوض تنشأ مفوضية لمكافحة التمييز، هذه المفوضية لم تنشأ بعد. النص الدستوري بيعاقب على او يعني بيجرم التمييز على اي اساس، او يعني بيقول ان بيحيل القانون يعني ممنوع التمييز، التمييز محظور لكن بيتم بيحصل واحنا بنشوفه قدامنا، وما فيش جهود كافيه لمكافحته. اذا الامر متعلق، لازم نعترف ان في ثقافه التمييز الديني موجوده في المجتمع. وعلى فكره مش بس المسيحيين بس هم اللي بيعانوا، بس عشان المسيحيين هم العدد الاكبر أو نقدر نقول أكبر أقلية دينية موجودة في مصر، فبالتالي مشاكلهم كتيرة، وبالتالي كمان في جزء كبير من الاستهداف ليهم يرجع لثقافة التيارات الأكثر تشددا في المجتمعات، في المجتمع المصري. وما ننساش إن دي مش حاجة جديدة، إحنا عندنا مثلا في الفترة الحديثة بس في تاريخ مصر الحديثة عندنا فترة ما بعد السبعينات، وكانت فترة الصحوة الإسلامية وما إلى ذلك، المسيحيين عانوا الأمرين يعني. طب مينا خليك معايا، بتنضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف فيولا فهمي الصحفية المتخصصة في الملف القبطي. أهلا بيك معايا فيولا، واحكي لنا إيه اللي حصل بالظبط. مساء الخير أستاذ سلمى. هو يعني الحادث إلى حد كبير جدا معتاد ومكرر، لا يمثل في الحقيقة أي تحول نوعي يعني في نمط الأحداث الطائفية اللي بتقوم على هذه النوعية من الأثبات، تواتر شائعات، تحويل منزل إلى كنيسة، وبالتالي يتم حشد جماعة من المتطرفين ويخرجوا بعد صلاة الجمعة. وانا بعتقد ان صلاه الجمعه يعني او يوم الجمعه تحديدا هو اشكاليه في الاحداث الطائفيه في مصر، وربما ده يرجع يعني لحاجات كتير، لاسباب كتير، منها فكره اعتلاء المنابر. حتى الان في ازمه كبيره في مصر رغم التجديدات الاخيره اللي عاملاها وزاره الاوقاف، لكن حتى الان بيعتلوا المنابر اشخاص غير مسؤولين على الاطلاق، وبيتم حشد المتطرفين للاعتداء على الاقباط وممتلكاتهم، وبيحصل بقى عمليات اضرام نيران وعمليات نهب الممتلكات وما الى ذلك. طب فيولا، هل اعتقد ان البيان، اتفضلي لا قولي البيان قال ايه؟ بيان مطرانية المنيا اعتقد ان هو كان الى حد كبير حط ايده على الوجع الاصيل في الازمة الاخيرة دي. هو اتكلم عن ما حدث، واتكلم بالاسماء عن الاقباط اللي تم الاعتداء عليهم ونهب ممتلكاتهم، لكن كمان اشار بشكل واضح جدا وصريح الى ان كان في ورود انباء بان الحادث دوت هيحصل قبل ايام، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالفعل، ولكن المعالجة الأمنية تأخرت حتى وقوع الأحداث. لا، جت بعدها بثلاث ساعات، كاشف جدا. ده جت بعدها بثلاث ساعات البيان بيقول، يعني مش تأخرت فقط، لا ده حتى مش تأخرت في ان هي تلحق ان الاحداث ما تحصلش، وكان عندها تبليغ ان في شحن، وبعد ما الاحداث حصلت وهم بلغوهم جت وصلت بعدها بثلاث ساعات، رغم ان المكان قريب من المنيا، من المدينة في المحافظة نفسها.
يعني هم تابعين ليها بالضبط. احنا عندنا خلل واضح في معالجة الأزمات الطائفية بالنسبة للأجهزة الأمنية. يعني الأجهزة الأمنية وكأننا لا نعرف شيئا عن ما يسمى بالأمن الوقائي اللي المفروض ان هو يمنع الجريمة قبل حدوثها. لا، احنا المنطق في مصر مقلوب، الكنيسة هي اللي بترد إليها المعلومات ويتم إبلاغ الأجهزة الأمنية، مع ان المفروض العكس، ولكن بتتم بتوب الأجهزة الأمنية بالحادث، ومع ذلك بيتم التباطؤ بهذا الشكل في التحرك، والحادث بيحصل بالفعل والضحايا بيبقى هم اللي بيدفعوا الثمن في النهاية. طب بيولا، هل المسلمين الغاضبين اللي رافضين لوجود كنيسة قالوا إيه سبب رفضهم؟ ليه رافضين الموضوع ده؟ بيوزي مشاعره. هي يعني كتير من الأحيان طبعا الفوضى والغوغاء ما بيكونش ليها مبرر أو منطق واضح. يعني لما يبقى فيه حشد بالشكل دوت، حتى ما بيتمش مثلا إبلاغ الأجهزة التنفيذية إن في كنيسة بيتم بنائها بالمخالفة للقانون، أو بيتم تحويل منزل إلى كنيسة. لا، هو بيتم على طول الاعتداء بشكل مباشر، وبالتالي العدوان والاعتداء بالشكل دوت عمره ما بيكون ليه مبرر ولا عمره بيكون ليه منطق. لكن هي الفكرة إن إحنا عندنا يعني بالمصادفة إن هذا الشهر سبتمبر بيكمل عندنا القانون بناء وترميم الكنائس عامين، هو أقر برضو في سبتمبر 2016، ومع ذلك نفس الأسباب اللي كان بيتم على أساسها الأحداث الطائفية والاحتقانات الدينية في مصر مستمر، ونقدر نقول إن القانون ما عالجهاش بشكل قاطع. وليه شايفه ان القانون ما عالجهاش بشكل قاطع يا فيولا؟ يعني طول الوقت كان الخطاب الرسمي من الدوله ان القانون ده هو اللي هيعالج كل المشاكل دي، وان هو هيمنع تكرارها، وان هو الحل الامثل والى اخره. ليه بعد سنتين بنشوف تكرار الاحداث بالمنوال ده؟ لان القانون كان من بدايته بيشوبه العوار، والكنائس الثلاثه الارثوذكسيه والكاثوليكيه والانجيليه قالوا كتير جدا من الملاحظات ولكن لم تؤخذ بعين الاعتبار. القانون تم اقراره تقريبا بعد 40 سنه، كان مطروح القانون ده من سبعينيات القرن الماضي، ولكن تم تجاهله لمده 4 عقود، فبالتالي الكنيسه كان لسان حالها يعني ليست الامكان افضل مما كان، ونرضى بالامر الواقع. لكن هو من البداية كان في عوار قوي جدا، والناس كتير اتكلمت عليه في وقتها، واحنا كتبنا عنه تقارير وكل الامور دي. حتى الان مسألة بناء وترميم الكنائس في ايد الاجهزة الامنية، اللي بالمناسبة مش مسمى في القانون، هي اجهزة امنية وخلاص. حتى الان الكنائس المغلقة تحت لافتة كبيرة غامضة اسمها لدواعي امنية، حتى الان القانون مش مفسر هي دي هيتم التعامل معها ازاي. احنا عندنا كنائس كتير جدا مغلقة لدواعي امنية، ولكن ما نعرفش دي هتفتح امتى. طيب، في الاكتر من كده ان في كنائس بالفعل واخدين عليها احكام قضائية بانها يتم هدمها وإعادة بنائها، لكن ومع ذلك الأجهزة الأمنية بتضرب بهذه الأحكام القضائية عرض الحائط، وبتقول برضو لدواعي أمنية. فالقانون فيه وقت دي يتم بنشكرك فيولا فهمي الصحفية المتخصصة في الملف القبطي، شرفتينا يا فيولا، كنت معنا من القاهرة. وعودة مرة أخرى مينا، وإحنا بنتكلم وأنا بسأل فيولا إيه السبب، إيه الاعتراض، إيه وجهة نظر اعتراض المسلمين اللي بيروحوا يهاجموا كنيسة أو بيقفوا قدامها ويهتفوا إحنا مش عايزين كنيسة، كنيسة برا وإلى آخره. أنت بتقول إنها بتؤذي مشاعرهم، يعني إيه بتؤذي مشاعرهم؟ إيه تفسير كلمة بتؤذي مشاعرهم؟ إيه اللي ممكن يؤذي مشاعر إنسان إن بني آدم تاني يكون عنده بيت بيصلي فيه لربنا؟ انا ده اللي سمعته. انا لما كنت بنزل اشوف ليه يا جماعه، يعني لما كنا بنروح القرى مثلا، ليه يا جماعه مش عايزين كنيسه تتبني يعني في المكان ده؟ ليه في ازمه يعني؟ ليه بتحرقوا بيوت او يعني او بنشوف حرق للبيوت او كده؟ فطبعا لا دول اولا طبعا بيحصل فيه انكار، لا دول ناس مش من القريه دي، من قريه ثانيه او بتاع. وبعدين بنتفاجئ ان الشخص اللي كنا بنتكلم معاه كان من ضمن المعارضين الأعمال يعني. بس هو في الغالب انه دايما الاجابه بتكون انه حاجتين، انه لا ده هم مش من حقهم يعملوا ده، وبيتم اسناد ده لفكره ان القانون. ودلوقتي انا يعني ده توقع، ما اعرفش، بس انا اتوقع ان دلوقتي لا ده مخالف للقانون، يعني في قانون
بس ده هو مخالف لي يعني هيتم الاسناد للموضوع ده. والحاجه الثانيه انه بيقولوا ان ده بيؤذي مشاعرهم، ان هم مش عايزين الكنيسه تكون موجوده في المكان ده، هم الاغلبيه وشايفين انه من يقومون بهذه الاعمال او من يحرضوا عليها يعني شايفين انه احنا لنا السياده على هذه القريه مثلا او هذا المكان، فبالتالي مش هنسمح لغيرنا ان هو يمارس حقوقه، او ما نقره نحن من حقوق هو ده هيصبح حقوقه، ما لا نقره من حقوق مش هيصبح حقوق للناس. فبالتالي هم شايفين انه هم اللي في ايديهم يقرروا مين اللي يعمل ده. وهنا الحقيقه ده دي مساحه القانون، دي مساحه الدوله، ان تدخل تتعامل مع الجميع على انهم سواسيه، تتعامل مع الجميع على انهم مواطنين لهم حقوق متساويه. فبالتالي الخلل بيحصل هنا لما بيكون ان في جماعه من الناس بتستقوي على جماعه اخرى، او جماعه من الناس بتنتهك القانون ويبقى يعني بتعتدي على جماعه اخرى. هنا دور الدوله ياتي انها تطبق القانون بالمساواه على الجميع، تحمي حق المعتدى عليهم وتعاقب. طب من بس من عشان ده بيفتح اصلا نقاش طويل وعريض جدا حقيقي، وبشوفه كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي من ناس اصلا مدافعين عن حقوق الاقباط ان هم يصلوا ويبنوا كنائسهم وكل حاجه، بس خطابهم دايما بيكون هو الحقيقه مش دور الدوله بس، لان هي يعني ده حقيقي مش دور القانون فقط، لان الموضوع زي ما انت ما حكيت في الاول مترسخ في الثقافه المصريه، وان احنا لو عايزين نصلح الموضوع ده فالمفروض ان احنا نصلح جزء كبير جدا من الثقافه المصريه والثقافه المجتمعيه، ونحاول يعني نغير هذه التكوينه للافضل. لكن موضوع مش ان الدوله تقيم القانون زي ما احنا بنقول بس، وجزء تاني بيقول لا، طب ما انا لغايه لما اغير الثقافه الشعبيه ولا الثقافه المجتمعيه لموضوع زي كده هاخد سنين، انا عايز حد يحميني دلوقتي ويكون من حقي ان انا اصلي من دلوقتي، فينفذ القانون وبعدين يغير الثقافه زي ما هم عايزين. حل الجدل ده ايه؟ طب هو الموضوع معقد جدا، يحتاج لحلقات، سلسله حلقات نقعد نتكلم فيها، لكن انا احاول اكون مختصر بقدر الامكان. انا في رايي انه الموضوع معقد لدرجه ان احنا ممكن نتكلم على مجموعه من العوامل اللي بتؤدي في النهايه للظاهره اللي قدامنا دي. أنا شايف إنه الثقافة جزء من الأمر، عدم إعمال القانون جزء من الأمر، إعمال القانون في بعض الأوقات بيكون جزء من الأمر، لأنه قانون بيكون تمييزي بالأساس، القانون فيه لمحات تمييزية، زي مثلا بعض البنود في قانون بناء الكنائس اللي بالضبط عملت، يعني بنقول إنها عملت إطار للممارسات اللي كانت بتتم من قبل بعض الأجهزة الأمنية في منع المسيحيين. خلته قانوني. خلته قانوني دلوقتي، الأول كان بيتم بشكل إجرائي من غير وجود قانون، الآن أصبح قانون، وأصبح إن هو بس وضعنا إطار قانوني للممارسات القديمة. دي جزئية كمان، اللي بعض الأفكار اللي موجودة اللي بتبثها بعض التيارات المتشددة الإسلامية، زي بعض التيارات السلفية، بعض التيارات زي السلفية الجهادية وما إلى ذلك، بعض هذه الأفكار اللي بتبقى نواة للجماعات الإرهابية اللي احنا بنشوفها بتقتل في جنودنا وبتقتل في الناس، واللي راحوا نفس الناس دي راحت قتلت الناس في سيناء، قتلت الناس كانوا بيصلوا في الجامع. فبالتالي بعض يعني هذه الأفكار، هذه نقدر من هذه التيارات الموجودة في المجتمع بس أفكار، فالأفكار دي بتكون جزء من اللي بيبني هذه الثقافة. فكرة غياب القانون وغياب محاسبة اللي بيقوموا بهذه الأعمال ده جزء من الأزمة. فكرة أنه الثقافة دي كمان بتتسرب لداخل أجهزة الدولة، لأن في النهاية الشخص ده هو الشخص المسؤول، يعني هذا الشخص الموجود في هو برضه بيصلي الجمعه في نفس المسجد، بيصلي الجمعه في نفس المسجد، هو طالع من نفس المدرسه، طالع من نفس المدرسه اللي درس فيها زمايله اللي كانوا بيضايقوا المسيحيين برضه، الاطفال الموجودين معاهم في المدارس وبيميزوا ضدهم، ثقافتهم لسه موجوده زي ما هي. كان لما كان بياخد حصه الدين زميله كان المسيحي بيروح يلم زباله في الحوش او بيقعد جنب السور او يروح في اي مكان، كانوا بيفصلوا في الموضوع ده، وكانوا والمدرس اللي بيدرس له هو كان مدرس ممكن يكون عنده أفكار تمييزية أو عنده أفكار محافظة زيادة يعني، أو شخص متطرف وبيقول له أفكار متطرفة عن زميله اللي هو لسه ماشي. فبالتالي الموضوع كله موضوع معقد ومتشابك، مش بس حاجة واحدة. لكن كنا دايما بنقول على فكرة أعمال القانون، أو دايما الناس بتتكلم عن فكرة أعمال القانون، هو في جزئية الحماية، أنه يعني حتى يعني أقل أضعف الإيمان أن أنت تحمي الناس ما يتمش التعدي على ممتلكاتها. يعني اللي حصل مثلا
على سبيل المثال اللي حصل بعد او في بالتزامن مع فض عصام رابعة، انا بنفسي انا نزلت محافظات كتير وشفنا الاعتداءات وشفنا الخسائر اللي موجوده على الناس، وكان المشهد مخيف الحقيقه. ليه نفس الاحداث دي تم ذكرها، يعني نفس الحدث اللي احنا بنتكلم فيه، وتم الاعتداء على بيوت اقباط، وتم سرقه وتم سرقه بعض المشغولات الذهبيه من البيوت، وسرقه بعض الاموال من البيوت. يعني حتى نفس المنطق عجيب، يعني ناس بتقول لا مش عايزين كنيسه، لا احنا مسلمين وكده، وفي النهايه يعني بيحصل اعتداء بالشكل ده. الكنائس يعني فكره بناء الكنائس او فكره ترميم الكنائس وفكرة توسعة الكنائس وفكرة تحويل منزل الكنيسة جوا قرية، كل دي بتبقى تحت البنود اللي هي ايه مثلا ملف بناء الكنائس، ده بيحصل بسببه اعمال طائفية. لكن كمان لو اتنين اتخانقوا مع بعض، لو واحد مسيحي وواحد مسلم، الموضوع ممكن يقلب بشكل كبير، وده حصل كتير. طب بس ايه تفسيرك يمينة ان لو الثقافة فعلا موجودة، يعني زي ما انت ما بتحكي موجودة، انا على فكرة مش بعارض رأيك، مش بخالف ان فعلا لا ان في فعلا كتير من المشاهد التمييزية، مش على فكرة الاقباط بس اللي بيواجهوها، لا والمرأة يعني في اشكال كتير من التمييز موجوده في الثقافه المصريه كلها. لكن ايه فكره ان مثلا بنشوف مشاهد زي كده بتحصل في بعض المحافظات تحديدا، وما بتحصلش اطلاقا في محافظات اخرى؟ يعني احنا ما بنسمعش عنها، مش عايزه اقول لا ما بنسمعش عنها، لان ممكن يكون اكيد بالتاكيد في محافظات فعلا ما بتشوفش النوع ده من المشاكل على الاطلاق، الا لو انت فعلا عندك ان في اماكن عندك معلومات ان في اماكن بيحصل ومحدش بيعلن معلومات. لا يعني من كام يوم في بني سويف كانت الاسبوع اللي فات كلنا سمعنا الضابط دخل وقال لهم انتوا كفره، يعني قال لنا يعني المفروض بيه اصلا يعني حمايه الكنيسه هو اللي دخل. بيحصل في كل مكان، والتوترات دي موجوده وفي كل مكان ده بيحصل، بس يمكن محافظه المنيا علشان في عدد كبير من المسيحيين، في كتلة مسيحية كبيرة، فبالتالي بتلاقي الموضوع ده موجود. يمكن محافظة المنيا كمان علشان في وجود قوي لبعض التيارات اللي هي نقدر نقول متشددة، فبنشوف ده بيحصل. يمكن محافظة المنيا علشان يعني محافظة من محافظات الصعيد، في كتير من القرى، ممكن يكون في موضوع من الفقر، ممكن يكون الفقر عامل، ممكن يكون قلة التعليم عامل، ممكن يكون فكرة وجود نوع من الثقافة المجتمعية المتشددة بشكل كبير عامل، في كتير من العوامل. لكن العنف الطائفي أو التمييز هي ثقافة مجتمعية موجودة جوه المجتمع، وزي ما قلنا أنها بتتسرب لكتير من الأجهزة ومؤثرة لحد كبير، ولازم نعترف بهذا الموضوع، ولازم نبدأ نشتغل على فكرة الثقافة المجتمعية. واحد، اثنين، فكرة أن المواطنين متساوون أمام القانون، والحقوق لا تمنحها مجموعة لأخرى بل يمنحها الدستور والقانون. دي حاجة. الحاجة الثانية أنه قانون بناء الكنائس وقانون معيب، زي ما قالت الأستاذة فيولا، قانون معيب. وأنا الحقيقة حابب أقول أنه مش بس الدولة مسؤولة عن ذلك، لكن هنالك مسؤولية تقع على من شارك في إعداد هذا القانون من رجال الدين. وبنقول مرة تانية أن هذا القانون تم إعداده وإخراجه بمعزل تماما عن كثير من الأطراف الفاعلة، والكثير من الذين رغبوا في أن يشاركوا في إعداد هذا القانون من المجتمع المدني ومن المفكرين ومن ناس متخصصين في إعداد وصياغة القوانين، ولكن كل ده ضرب بعرض الحائط، وتم عمل يعني نقدر نقول مفاوضة ما بين بعض المسؤولين داخل الكنيسة وما بين أجهزة الأمن بشكل واضح أو الدولة يعني. وفي النهاية خرج هذا القانون المعيب اللي احنا بنشوف ان هو مجرد تأصيل أو مجرد ان هو وضع إطارا قانونيا للممارسات التمييزية، أو سمح بأن يكون هنالك مساحة للممارسات التمييزية، زي النص الذي ورد في المادة الثانية اللي قال أو اللي ربط فكرة الحق في بناء كنيسة بفكرة تعداد وحاجة السكان. طبعا نص مضطرد جدا، تعداد الناس الموجودين المسيحيين وحاجة مهمة طبعا، وتقدير. وهنا ده بيفتح الباب طبعا ليه كتير من الأمور، ده طبعا غير بعض كتير من العوار الموجود في القانون. فإذا يبقى عندنا قانون، عندنا جزئية القانون في عوار، عندنا جزئية تطبيق القانون هنالك عوار، عندنا جزئية الثقافة المجتمعية
فيها أزمة كبيرة جدا جدا جدا. عندنا أمل الممارسات اللي موجودة عندنا أمل يمينة إن دي تكون آخر مرة هنناقش فيها. لا والحقيقة مش هتكون آخر مرة، ده هيكون في مرات تانية، لكن عندنا أمل إن إحنا نبدأ من النهاردة يا رب. أو نبدأ نواجه هذه الثقافة، نواجه الخطاب المتشدد، نواجه الخطاب الديني المتطرف، نواجه بعض الأفكار الموجودة داخل التراث الديني اللي بتحارب ضد الآخر أو اللي بتميز ضد الآخر. مش بس بنقول مش بس ضد المسيحيين، لا، في كتير جدا من الأقليات الدينية الموجودة في مصر يتم التمييز ضدها، لكن عشان المسيحيين هم أكبر طيب، أو علشان بمعنى أصح إن المسيحيين هو إن المسلمين بيعترفوا إن في حاجة اسمها مسيحيين. بنشكرك من ثابت الباحث الحقوقي، شرفت مني. شكرا لك.